للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. مرحبا بك نايف. إذا كيف يبدو الإقبال على حملة التطعيم هذه، ومن هي الفئات الأكثر استفادة منها؟ يعني الفئة الأكثر استفادة هي من الصف السابع كما ذكرت في الخبر إلى الثاني عشر، أي إلى الثانوية العامة. وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة استأنفت الحملة اليوم، وذلك من أجل الاستمرار في واجهية التعليم، خاصة أن الجهات المختصة أجلت بدء دوام وموعد الفصل الثاني إلى 20 فبراير القادم، وبالتالي هنالك مساحة زمنية كافية من أجل تطعيم أكبر قدر ممكن من الطلاب. وزارة الصحة ووزارة التربية والجهات المختصة قالت الليلة الماضية إن هذه الحملة تهدف إلى كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا بين طلبة المدارس والكوادر التعليمية، وأيضا المحافظة، والتأكيد على استمرارية التعليم الوجاهي في الفصل الثاني. هنالك حوالي 972,000 طالب مستهدف في هذه الحملة. لغاية هذه اللحظة 43,000 طالب هم الذين حصلوا على موافقات مسبقة من أجل التطعيم، لأن أعمار الطلبة أو الفئات المستهدفة هي أقل من العمر الحقيقي أو أقل من العمر القانوني، وبالتالي لابد من حصول الطالب على موافقة ولي أمره. وزارة الصحة والجهات المختصة تتوقع أن يرتفع العدد في الأيام القادمة حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الطلبة وإعطاهم اللقاحات، وبالتالي يكون هنالك حصانة لدى المدارس ولدى الكوادر التعليمية والفئات التعليمية من أجل استمرار التعليم. هنالك ما زالت نسبة التطعيم بين طلبة المدارس متدنية وفقا للمعنيين، لكن هم يأملون من هذه الحملة أن تساوي وترفع عملية تطعيم الطلبة في المدارس. شكرا لك من عمان مراسلنا نايف مشاقبة.